الفيديوهات اللي بتعمليها على السوشيال ميديا فيها موهبة كبيرة جدا. عايز اعرف الاول انت بتدرسي ايه ويعني بتدرسي حاجة كمان تمثيل ولا لا، وهل ده طريقك؟ كله على بعضه، كري على طول. والله هو في البداية كان هي كله جه صدفة. اول يعني فيديو طيب جاي امتى؟ اول فيديو كان صدفة، حرفيا المعنى الحرفي لكلمة صدفة. انا معرفش ايه اللي كان في دماغي وقتها، يعني انا شفت فيديو كان حد جايب حاجه زي الصاجات دي مش عارفه اسمها عموما، وعمال يعمل كده للناس في الشارع. فانا ايه، انا ما اعرفش ازاي دماغي فكرت كده، ورحت واخده غطيان حله من ورا ماما ورحت نازله الشارع قعدت اعملها في الناس، ما اعرفش ازاي بس ده اللي حصل فعلا. ده مش تصوير ولا حاجه، ده انت فضلتي ماشيه في وسط الناس تعملي لهم كده ورجعتي عادي البيت ولا؟ الحمد لله. عارفه الحاجات بتتلبس في قمصان بتتلبس بالعكس وحاجات كده، ما حدش خد باله. المهم بس بعديها نزلت الفيديو، لقيت الفيديو يعني انتشر بشكل غريب، انا ذات نفسي اتصدمت. بعديها بقى بدات ان انا اكمل على نفس سياق المنهج يعني، بس هو في العموم اصلا انا كنت مركزه اكتر على دراستي. ايه بقى؟ تدرسي ايه؟ انا كنت علمي علوم ثانويه عامه. ليش طب بقى؟ ما تقوليليش انك في طب. لا كنت لسه هقولها حالا، كنت هقدم في طب بس يعني ربنا ما قردش. فانا حاليا بجهز ان انا هقدم في معهد فنون مسرحيه باذن الله، وبس كده يعني. ماما من ساعتها ما بتكلمنيش يعني. لا 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 بتهزري. والله كان نفسها انك انت تدخلي طب. طب ما احنا لسه فيها، ممكن تعيدي السنه. ما هي ما فيهاش قاعده، ما فيش خلاص تحسين مجموع خلاص. خلاص بس يعني. طب هي ماما لما شافت النجاح اللي انت عاملاه، على انت عندك كام فولور مثلا على تيك توك، على انستغرام، على فيسبوك؟ اديني كده نماذج يعني. نماذج اوكي. انستغرام عندي 2 مليون ما شاء الله، الله اكبر. تيك توك؟ تيك توك عندي 4 مليون ونص. واو. وماما زعلانه برضو لسه؟ ما بتكلمنيش والله لغايه دلوقتي بجد ما بتكلمنيش. والله ماما لو سمحتي صالحيني. طب يا ماما صالحيها يا ماما، طب يعني مش كل حاجه في الدنيا طب، يمكن ربنا شايل لي رزق في حته تانية. طبعا الحمد لله يعني. طب بتضحك، بتضحك على الفيديوز بتاعتك يعني بتعمل ايه مثلا؟ ممكن تمسك التليفون وتصورك على طول؟ بتصورك على طول وستيل زعلانه؟ بصراحه هو انا بطبعي اصلا انا هاديه. ده طبعي مش حاسه. والله بصوا انا مش مصدقاها قوي يعني، مش تبقى والله انا بطبعي هاديه. انا الفيديوهات